في أقدم بقعة جنوبي غربي قلعة حماة، وبالقرب من نهر العاصي يطالعك الجامع الأعلى الكبير بحماة، وسمي بالكبير لكبر مساحته والتي بلغت أكثر من 1450 مترا مربع، والأعلى لأنه كان أعلى من الأرض ويصعد إليه المصلون على درج. ويعتبر الجامع الأعلى الكبير بحماة خامس مسجد بالإسلام. بدأ هذا الجامع معبدا للإله جوبيتر، وأبرز ما دل عليه وجود كتابتين باللغة الحثية والهيروغليفية، ومن ثم تحول إلى كنيسة بعصر الإمبراطور الروماني قسطنطين سنة 350 للميلاد، وتحول بعد ذلك لمسجد إبان الفتح الإسلامي للمدينة صلحا في العام 17 هجري على يد القائد أبو عبيدة بن الجراح. يعتبر المسجد الأعلى الكبير هو خامس مسجد في الإسلام بعد مسجد الحرم المكي والنبوي وقباء والمسجد الأقصى، وهو الخامس في الإسلام. هذا المكان اللي هو أبدة تاريخية جميلة، مرآة تاريخية جميلة تعبر عن الحضارة والإرث الذي تركه أجدادنا في حماة. في هذا المكان بابين، باب جنوبي وباب شمالي. الباب الجنوبي يعتبر مدخل إلى البوابة الرومانية، حيث تطور بناء المسجد من معبد روماني لإله جوبيتر، ومن ثم كاتدرائية عظيمة، ومن ثم مسجد قدم هدية عند دخول الإسلام إلى هذه المدينة على يد أبو عبيدة بن الجراح صلحا. هذا المسجد سمي المسجد الأعلى الكبير لأنه كان يصعد إليه بسبع درجات، خلافا لباقي المساجد الموجودة في المكان، وتمييزا عن المسجد الأدنى المسجد الجامع النوري الذي ليس بعيدا عن هذا المكان. مساحته 1500 متر تقريبا بشكل أقرب للمربع. الأرضيات مشغولة بطريقة جميلة جدا، يعني عدد من النقوش المختلفة موجودة ضمن أرضيات الصحن، ومنه ينفذ إلى التربة المظفرية التي تحوي ضريحين الملك المظفر والملك المنصور ملكا حماة في تلك الفترة. في العهد المملوكي الرواق الشرقي قطع وأصبح هناك حرم يسمى حرم السعدية، وفي ذاك الزمان كان مدرسة. أيضا حصلت للمسجد عدة عمليات ترميم، كانت لإعادة رونق هذا المسجد. ويتميز الجامع بمئذنته الجنوبية، وهي مربعة الشكل تحتوي على كتابات عربية بالخط الكوفي بنيت على الطراز الأيوبي، والمئذنة الشمالية المضلعة المبنية على الطراز المملوكي، وتنتصب في صحنه قبة الخزنة ذات الثمانية أعمدة نقش على أعمدتها المراسيم الملكية. وفي الجهة الشرقية يطالعك مداخل المعبد القديم السلاس ذات الزخارف النباتية وأوراق اللبلاب والكنكر، وفي داخل الحرم ينتصب المنبر الخشبي والمصنوع منذ سنة 701 هجري. في هذا المكان مئذنتين أو منارتين، الأولى زنكية وهي مثمنة، والأخرى أيوبية وهي مربعة الشكل وتحوي عدد من الخطوط الكوفية الموجودة، السواكف الموجودة على فوق الأبواب، وعدد من الصكوك الموجودة في الخزنة الموجودة في صحن الحرم المرفوع على ثمانية أعمدة. هذه الأعمدة عدد كبير من الصكوك مدون عليها بشكل نافر، وتحمل الخزنة بشكل قبة مثمنة الشكل. نجد عدد من القناطر التي تحمل عدد من القباب، والسقف الذي بني بطريقة الغمس وطريقة القطوع وطريقة هندسية قديمة جدا، وكانت تصل المياه إلى هذا المسجد عن طريق أكبر ناعورة في حماة، هي الناعورة المحمدية، عبر قناطر كانت تصل إلى هذا المكان لتصب الماء في بحيرة موجودة ضمن حرم أو صحن المسجد. لا يفوتنا أن نتحدث عن المنبر، هو قطعة فنية جميلة جدا، تعتبر ثاني قطعة موجودة على مستوى العالم، الأولى موجودة في المسجد الأقصى والأخرى موجودة في المسجد الأعلى الكبير. للمسجد الأعلى الكبير مكانة جميلة جدا لدى نفوس الحمويين. الجامع الأعلى الكبير بحماة نموذج وشاهد لتاريخ الإنسان السوري في عظمة بنائه وهندسته الفذة والفريدة. للأخبارية السورية علي شحود، حماة.